من القرآن للوجدان ستسري آية القرآن، ستسري مثل مشكات تنير الليل في الأكوان، لتنعش في ضمائرنا كلام الخالق الرحمن، وتبعث من بواطننا معاني الخير والإيمان، فكم من بذرة دفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله إخواني أخواتي أبنائي بنياتي في حلقة جديدة من برنامجكم أحكام التلاوة. سبقا تحدثنا في حلقات سابقة عن مخارج الحروف، وذكرنا أن المخارج تنقسم إلى قسمين، مخارج أصلية ومخارج فرعية، وتحدثنا على ذلك تحدثنا عن ذلك بتفصيل وذكرناه في حلقة أو في حلقات سابقة. اليوم بإذن الله سنتعرف على حكم جديد من أحكام التجويد ودرس جديد من دروس التجويد بعد الفاصل، فابقوا معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم وأرحب بكم مرة أخرى وأرحب بضيفي الكريمين. تفضل كل واحد منهم التعريف بنفسه. زياد راشد الشمري. ما شاء الله. أسامة فاضل الشنقيطي. ما شاء الله، تحياكم الله مشايخ وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. سبقا ذكرنا أن الدروس التي نتحدث عنها في هذا المستوى، المستوى الثاني، عن المخارج والصفات، وذكرنا بتفصيل عدد المخارج، مخارج الحروف، أنها 17 مخرجا بتفصيل، وعرفنا كل حرف ومخرجه، وذكرنا الصفات اللازمة، وكذلك وذكرنا عفوا المخارج الأصلية، وبعدها ذكرنا المخارج الفرعية أو مخارج الحروف الفرعية، وذكرنا أنها 8 أحرف، وذكرنا كل هذا الكلام في حلقات سابقة يمكن الرجوع إليها في التسجيلات.
ولما بدأنا نقرأ في كتاب الله عز وجل وجدنا أن بعض الحروف إذا لم نحقق فيها شيء معين أو شيء محدد فيمكن أن تتحول إلى حرف آخر. سبقا ذكرنا أن الطاء والتاء والدال تخرج من نفس المخرج، أي أن الطاء لا بد أن يميزها شيء حتى لا تتحول إلى دال أو حتى لا ننطقها دال، وكذلك الشين والجيم، فالجيم تتميز بشيء يجب أن نحققه حتى لا تتحول أو لا تستبدل بجيم بشين. هذا الشيء أو هذا الأمر هو الصفة، هذا الأمر هو الصفة، وموضوع حلقاتنا اليوم إن شاء الله تبارك الله تبارك إن شاء الله تعالى عن الصفات. الصفات لا بد أن نتعلمها تبعا للحروف، وهي مهمة جدا كما سبق أن ذكرنا. عندنا ثلاثة أحرف تخرج من نفس المخرج، الطاء والدال والتاء، وعندنا الشين والجيم والياء الغير مادية كلها تخرج من، والثاء والذال والضاء. فمن هنا نعرف أهمية دراسة الصفات. ما هي الصفة؟ الصفة هي ما يقوم بغيره من المعاني الحسية أي الملموسة المشاهدة، كالبياض والزرقة والحمرة وما شبه، أي لما نقول أن لون هذا الثوب أبيض فهذه صفة حسية، هذه صفة حسية أي صفة ملموسة، صفة مشاهدة، أو معنوية، المعنوية كالعلم والحياء والفرح والصبر وما شابه. واصطلاحا أي في اصطلاح أهل التجويد هي الحالة التي تعرض للحرف عند النطق به. وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات لازمة أو ذاتية وذاتية، لازمة أو ذاتية، وصفات عارضة. صفات لازمة أي لا تنفك عن الحرف بأي حال من الأحوال، مثل الصفات التي سنتعرف عليها في بقية الحلقات إن شاء الله تعالى، فهذه كلها صفات لازمة، وبعدها سنتحدث عن بعض الصفات العارضة. هذه الصفات اللازمة كذلك تنقسم إلى قسمين، صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. الفرق بين الصفات التي لها ضد والصفات التي لا ضد لها، الصفات التي لها ضد هي صفات تقابلها صفات أخرى، مثل الجهر يقابله الهمس، والشدة تقابلها الرخاوة، والاستعلاء يقابله الاستفال، والإطباق يقابله الانفتاح، والإذلاق يقابله الانصمات، وهاتين الصفتين الأخيرتين لا أثر لهما ملموس على التجويد. فقد قيل أنه ابن الجزري يعني أتى بهما في منظومته لإكمال عدد الصفات 17 كما أن الحروف 17. فقلنا أن الصفة أو قلنا أن الصفة هي ما يقوم بغيره من المعاني الحسية أو المعنوية، واصطلاحا هي الحالة التي تعرض الحرف عند النطق به، هي الحالة التي تعرض الحرف عند النطق به. وسنبدأ أولا بالحديث عن الصفات اللازمة، الصفات اللازمة أو الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الحرف بأي حال من الأحوال. وقيل كذلك في تعريف الصفات أنها كيفية ثابتة بوصف أو يوصف بها الحرف عند حلوله في مخرجه ليظهر ما به من جهر واستعلاء وقلقلة ونحو ذلك، فيتميز بها عن غيره من الحروف، وخاصة الحروف التي يشترك معها في المخرج. وذكرنا مثال على الحروف التي تتحد في المخرج. طيب، ولما نتحدث عن هذه الصفات فلا بد أن نعلم يقينا أنه لما نقول الجهر وضده أو يقابله الهمس، فالجهر في تعريفه إذا لم نحقق هذا الجهر في الحرف في حروف الجهر سوف تتحول إلى ما يقابلها أو التي تخرج معها من نفس المخرج إذا كانت حروف مهموسة، إذا كانت حروف مهموسة ولم نحقق الجهر في هذه الحروف فستتحول إلى الصفات الأخرى. طيب، مثلا لما نقول كلمة الطلاق، الطلاق مرتان مثلا، إذا لم نحقق هنا الجهر
وكذلك فيها إطباق الطاء فستتحول إلى تاء، لأن التاء مهموسة. فإذا لم نحقق الجهر في الطاء الطلاق، إذا لم نحبس الصوت في 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 نطقنا للطاء فستتحول إلى وتستبدل إلى تاء. وعلى ذلك فقس كل الحروف التي تخرج من نفس المخرج وقس عليها الصفات التي لا توجد في الحروف الأخرى. هذا طبعا تعريف للصفة، وذكرنا الصفات والصفات التي تقابلها، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سنذكر الفوائد أو الفائدة من دراسة هذه الصفة. لماذا ندرس هذه الصفة؟ ذكرنا بعض أثناء كلامنا، لكن سنقول سنذكر هنا الفوائد من دراسة أو من معرفة الصفات. لماذا يجب علينا بعد أن تعلمنا المخارج، أو كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر المخارج ذكر بعدها الصفات، فالصفات دائما تأتي تبعا للمخارج. طيب ما الفائدة من معرفة الصفات؟ ما الفائدة من معرفة الصفات؟ من الفوائد التي تحتم علينا معرفة الصفات تمييز الحروف المشتركة في المخرج. قال العلامة محمد مكي نصر رحمه الله تعالى قال: اعلم أن كل حرف شارك غيره في مخرجه فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات، لا يمتاز، وإلا لو اتحد الحرف في المخرج والصفة لأصبح حرفا واحدا، لو أن هذا الحرف نفس المخرج ونفس الصفات لكان الحرف واحدا. قال: اعلم أن كل حرف شارك غيره في مخرجه فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات، وكل حرف شارك غيره في صفاته فإنه لا يمتاز عن غيره إلا بالمخرج. إذا اتحدوا في المخرج، اتحدت الحروف في المخرج، فلا نستطيع أن نميزها إلا بالصفة، وإذا اتحدوا في الصفات فلن نستطيع أن نميزها إلا بالمخرج. وهذا الكلام واضح. ثانيا معرفة القوي من الحروف من الضعيف، وهذا أمر مهم جدا، وهذا أمر مهم جدا، فبها نتعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز. فما كان له مزية على غيره لا يجوز إدغامه في ذلك الحرف، كإدغام التاء في الطاء، مثل قوله تعالى: وقال الطائفة، فهنا ندغم التاء في الطاء. طيب، وذلك لتميز الطاء عن التاء بإطباقها. لم نذكر قبل قليل الإطباق، وأن الطاء من الحروف الإطباق، وسيأتي معنا تفصيل إن شاء الله في هذه الصفات. وكذلك تتميز الطاء عن التاء، لما نقول تتميز يعني معناه أن هذه الصفة توجد في هذا الحرف ولا توجد في الحرف الآخر، ولا توجد في الحرف الآخر. فالإطباق والجهر يوجد في الطاء ولا يوجد في التاء. طيب، قلنا لنميز الطاء عن التاء بإطباقها وجهرها. وكذلك، وهذا أمر مهم جدا، وعدم جواز إدغام الطاء في التاء إدغاما كاملا، وهذا مهم. لماذا لا تدغم الطاء في التاء إدغاما كاملا، أو لا يجوز إدغام الطاء في التاء؟ لأن الطاء فيها إطباق، وفيها كذلك استعلاء، وفيها جهر، فهي أقوى من التاء. وخذوها قاعدة بارك الله فيكم ونفع الله بكم: إذا الحرف المدغم أقوى، وسيأتي معنا إن شاء الله بتصرف الحديث عن الصفات وكيف نعرف أن هذا الحرف قوي أو ضعيف وكيف. طيب، هنا عندنا إذا الحرف هذا أقوى، الحرف الأول المدغم أقوى، والحرف المدغم فيه أضعف، فيدغم هذا الحرف الأقوى، يدغم في الحرف الضعيف إدغاما ناقصا. لماذا؟ لبقاء صفة الإطباق وصفة الاستعلاء، كذلك لبقاء هذه الصفة، فلا نستطيع أن ندغم الطاء في التاء مثل كلمة أحط، فلا نستطيع أن ندغمها إدغاما كاملا لبقاء. طيب، كيف نفرق في القرآن بين الإدغام الكامل والإدغام الناقص؟ نفرق بينهما أنه في الإدغام الناقص يأتي الحرف الثاني مشدد، يأتي الحرف الثاني مشدد. طيب، عندنا كما ذكرنا أنه لا يدغم قوي في ضعيف من وجه الدراية، لكنه من وجه الرواية يجوز الإدغام
الناقص عندنا في كلمة أحط والإدغام الكامل في كلمة وقال الطائفة. طيب، ثالث هذه الفوائد تحسين لفظ الحروف وتجميلها، تحسين لفظ الحروف وتجميلها. طيب، كمثلا تخليص حرف المد من الغنة نحو كلمة الناس، فلما ننطق هذا المد فيجب أن نخلص هذا المد من الغنة. وكذلك كلمة العالمين، وكذلك تخليص المرقق من المفخم نحو المستقيم، عندنا التاء مرققة والقاف مفخمة، فلهذا نحافظ على صوت الحرف من عدم بيانه هنا مفخما لمجاورته للمرقق، أو العكس، أو المرقق لمجاورته للمفخم. طيب، هذه ثلاث فوائد من معرفة الصفات، أو التي تحتم علينا أن نتعلم هذا العلم الجميل والمهم، وهو الصفات، صفات الحروف، وهذا المبحث المهم جدا، وهو مبحث الصفات. أقسام الصفات وعددها، ذكرنا أن تنقسم الصفات إلى قسمين، صفات ذاتية وتسمى كذلك أصلية، وصفات عرضية أو غير أصلية. الصفات الذاتية أو الصفات اللازمة هي التي لا تنفك عن حرف بأي حال من الأحوال، فهي لا تفارق الحرف، كمثلا القلقلة في حروف القلقلة وهي قطب جد، وكذلك الجهر في حروف الجهر وهي ما عدا حروف الهمس، حروف الهمس حثه شخص فسكت أو فحثه شخص سكت، وكذلك الشدة والإطباق والاستفال والإطلاق وغيرها. والصفات الأخرى وهي الصفات العرضية أو العارضة أو الغير أصلية، وهي التي تعرض الحرف في بعض الأحوال وتفارقه في أحوال أخرى، كالتفخيم والترقيق والإدغام والإخفاء والإقلاب والإظهار والمد والقصر. طيب، عدد هذه الصفات اللازمة، اختلف العلماء في عدد صفاتها، فذهب الجمهور ومنهم ابن الجزر رحمه الله تعالى ومن تبعه إلى أنها 17، ولهذا ذكر ابن الجزر رحمه الله تعالى قال: صفاتها جهر ورخو، فلما عدها عد 17 صفة، 5 وضدها 5، وسبع صفات لا ضد لها، وهي القلقلة والصفير، وكذلك التكرار والتفشي والاستطالة واللين. 7 صفات زيادة على 10 الأولى التي لها ضد، ف17 هذا مجموعة. طيب، وعدها بعضهم 16 كالإمام الشاطبي والسخاوي رحمهم الله تعالى، حيث حذف صفتي الإذلاق والإصمات باعتبار أنهما لا دخل لهما بتجويد الحروف، لكنهما زادا صفة الهاوي وتعني الصفة التي تهوي به في الفم، وعدها بعضهم 20 وأوصلها بعضهم إلى 44. طبعا بما أننا نحن في هذا الشرح المبارك يعني نتبنى المذهب المشهور أو مذهب ابن الجزر رحمه الله تعالى، لأننا نشرح من منظومة الجزرية أو المقدمة، فنقول أن الرأي عند الجمهور أنها 17، ثم سنتحدث إن شاء الله عن صفتي الخفاء وكذلك الغنة، فيكون العدد 19 صفة. هذه الصفات هي الصفات التي ذكرناها، ذكرها ابن الجزري في منظومته المباركة، قال: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قد حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. هذا ما ذكره ابن الجزري، إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى سوف نتحدث بتفصيل عن هذه الصفات التي ذكرناها في هذه المنظومة
الجميلة، هذه المنظومة المباركة. وبإذن الله تعالى سنفصل مع الصور، وإن شاء الله سنتحدث عن الصفات العارضة التي لها ضد، الصفات اللازمة التي لها ضد، والصفات اللازمة التي لا ضد لها. وكذلك سنتحدث عن بعض الصفات مثل التفخيم والترقيق، وهي من الصفات العارضة. إن شاء الله سنأخذ تلاوات ضيفي الكريمين بإذن الله تعالى بعد الفاصل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. كم من رجال أجسامهم ضخمة كالجمال وعقولهم صغيرة كعقول العصافير، وكم من رجال أجسامهم نحيلة وعقولهم راجحة وعلمهم غزير. ومنهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، صعد يوما على شجرة فضحك أناس من نحول ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين. قال ابن مسعود: لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا، وهو أول من جهر بالقرآن عند الكعبة. كان ابن مسعود من أعلم الناس بكتاب الله. قال رضي الله عنه: ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان أقرأ الناس للقرآن، ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ القرآن عنه، فقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. كان شديد التواضع للناس لا سيما لطلبة العلم. قال عبد الله بن مسعود: والله لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثيتم على رأسي التراب. ومشى يوما فتبعه بعض الناس فقال لهم: ألكم حاجة؟ قالوا: لا. قال: ارجعوا، فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. كان قدوة في الخير. قال عبد الرحمن بن يزيد: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا، أي في حسن هيئته وهديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، من ابن أم عبد. توفي ابن مسعود سنة 32 للهجرة بالمدينة النبوية، ودفن بالبقيع وهو ابن 64 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى. طيب تفضل يا شيخ، اقرأ مقرر اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين. فأقبل بعضهم عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟
أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ كتاب فيه تدرسون. كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. أحسنت بارك الله. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تخيرون. لما تحكمون. أحسنت بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب نأخذ أول متصل. علي نصير من الأردن، تفضل يا شيخ علي. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. من الشيطان الرجيم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات. طيب يا شيخ علي، علي عند ربهم، عندنا هنا إخفاء، نون ساكنة وبعدها دال. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. انت عمر ولا علي؟ لا أنا عمر شيخ. عمر ماشي، حياك. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. أحسنت بارك الله فيك. يلا تفضل يا شيخ علي. يا شيخ أنا علي داخل المسجد. طيب فاطمة موجودة؟ موجودة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون.
قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. جزاك الله خير يا فاطمة وبارك الله فيك ونفع الله بك. طيب نأخذ عائشة نصير من الأردن، تفضل يا عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين أعد يا عائشة أفنجعل أعد أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. ما شاء الله عائشة، جزاك الله خير على هذه المشاركة. عائشة نعم. علي موجود؟ نعم سيشارك علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعملون لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتابا فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. جزاك الله خير الشيخ علي وبارك الله فيك ونفع الله بك. طيب نأخذ إلياس خالد من العراق، تفضل الشيخ إلياس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. أبو الياس موجود؟ والد قدم أبو ماريا لأن أبي دقائق ويأتي. طيب جزاك الله خير يا شيخ الياس، تفضل يا أبو ماريا. أبو ماريا تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون فخم الخاء تخيرون فخم الخاء إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون
تحكمون. جزاك الله خير أبو ماري على هذه المشاركة ونفع الله بك. نأخذ عمر جمال من الإمارات عبر الهاتف. تفضل يا عمر. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحان ربنا. اقرأ من فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنة جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. جزاك الله خير شيخ ونفع الله بك وبارك الله فيك. طيب نعود للزوم. أبو الياس موجود يا شيخ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو الياس. الله محيا أصلك يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك. حسبك جزاك الله خير ونفع الله بك. جزاك الله خير. طيب نأخذ مجدي من ليبيا. تفضل يا شيخ مجدي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون.
قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر. قلق الباء. كذلك العذاب. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. جنات النعيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون لا شيخ مجدي لا تقول ما لكم خطأ ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون لا إن لكم النون هنا مشددة لكن لا يوجد حرف مد ولا يوجد ألف هنا أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لا إن لكم إن لكم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ممتاز بارك الله فيك جزاك الله خير يا شيخ نأخذ سامي عيادي من إسبانيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا شيخ سامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون طيب جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك ونفع الله بك طبعا الواتساب نأخذ نصف المقرر جلال إبراهيم من مصر يعني فقط آيتين اسمعونا آيتين من تلاوة جلال فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون
قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فقط يعني كذلك نكتفي ناخذ عمر عبد الهادي من السودان، يعني نظرا لضيق الوقت يعني نكتفي بآيتين فقط. الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. طيب نأخذ أنفال من السودان. المجرمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. ما شاء الله تبارك الله شيخ أنفال، جزاك الله خير وبارك الله فيك، لكن انتبه أن تخرج القاف من مخرجها. أقبل بعضهم، فالقاف قلنا سبقا ذكرنا في حلقات سابقة أنها تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاديه من الحنك الأعلى. طيب إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا زدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. ستسري آية القرآن، ستسري مثل مشكات تنير الليل في الأكوان، لتنعش في ضمائرنا كلام الخالق الرحمن، وتبعث من بواطننا معاني الخير والإيمان. فكم من بذرة دفنت بأرض السهو والنسيان، أتاها الغيث فانفجرت جنانا أتبعت بجنان.